الله يحفظك ويخليك ان شاء الله. سؤالي يا شيخ سؤال شرعي بس، انا متزوج 4 حريم. الله يعطيك العافيه، قول امين. عافيك عافيك وياك يا رب. 4 يا شيخ اللهم لك 4 الحمد لله. انا الحمد لله فريق، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. انزين يا شيخ، انا باخذ بنت عمي الحين الخامسه ومتوهق بين الاربعه اطلق منهم فيهم. والله العظيم والله العظيم يا شيخ، والله العظيم اني صادق معك يشهد علي الله. زين زين، والاربعه يعني ما في اي غلط فيهم. هي. لو والله الغلط فيك مو في الحريم، الغلط فيك طال عمرك. فيني انا رجال، انا رجال زواج. هي. زواج والله يا شيخ بالحلال اللهم لك الحمد، بس المشكله ايش يا شيخ؟ هي. المشكله ما حد قاعد يغلط. ايه وانت يعني تريد غلطه يعني، ها؟ يعني لو قلت لها سوي قال هو غلطة. انا يعني لا يا شيخ، مرات قاعد افكر مثلا على ام فلان ولا على ام فلان، يعني افكر اني اصيد عليها شيء، يعني هل اظلمها؟ يعني حرام علي صح ولا لا؟ ايه طب شو رايك انت؟ بالله شو رايك؟ والله يا شيخ انا ما دقيت عليك الا برايك انت، شو رايك بالموضوع؟ زين يعني انت تتوقع مني اقول لك، انت تتوقع مني اقول لك طلق رقم 3 ولا طلق 4 ولا الاولى قديمه؟ لا 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 يا شيخ، الفكره اني انا هل بيني وبين نفسي لما افكر اني اصيد عليهم شيء هل هذا ظلم؟ طبعا بس طبعا لا يفرق مؤمن المؤمنه ان كان يخلق رضي الاخر، كانك انت تتربص خطا حتى يلا طالق انتهت العده تعال يا بنت العم، هذا ما يجوز. طيب وشلون والحل؟ زين زين الحل انت يا انت الخطا فيك ترى مو بالحريم. انا ادري انه فيني والله معترف بخطاي. زين هي الخطا فيك فانت. انا قاعد اقول لك يا شيخ، انا اقول لك يا شيخ، انا رجال لي اسمي في الكويت ومعروف وكذا، وعندي اللهم لك الحمد خير من الله، الله رازقني بالخير. هي. واحب انا ريال مزواج على الوالد الله يرحمه، الوالد يمكن ماخذ 9. ما شاء الله الله يرحم موتانا موت المسلمين. الله يرحمه. فانا يا شيخ والله يا شيخ انا والله ما ادري يعني، ولا مو بس انت يا شيخ كذا شيخ. وش نصحوك؟ شنو نصحوك المشايخ؟ والله يضحكون نفسك، وش ايش اقول بعد؟ والله معهم حق، والله معهم حق، والله معهم حق. بس يا شيخ انا الفكره كلها عفوا، الفكره كلها شنو؟ الفكره ان هل انا لما افكر بيني وبين نفسي واقول والله اظلم ام فلان ولا ام فلان ولا يعني شهاده لله، شهاده لله انهم مو مقصرين والله، هذا ظلم علي قاصر، هذا ظلم يا سيدي. هذا انا والله ما دقيت عليك بس ابى اعرف شغله واحده. هي. هل انا ظالمهم يعني ولا والله انت يعني واحد يفكر يتزوج الخامسه وعنده الطياره فل، المقاعد فل، 4 يعني انت ما يوجد الحين 4، فيجب الاستغناء عن واحدة، وأنا أفكر زين أبغى أتجوز بنت عمي، فأنظر إلين خلي واحدة تخطأ فيكم، والله لا طلقها، وش تسميه هذا؟ لا حشة أنا ما قلت لي، بس لا أنت بخاطرك، أنت هذا بخاطرك. أي والله بخاطري. لا أي والله بخاطري، أي والله بخاطري، أنا قلت واحدة في رأس مرة واحدة برا، هم حرام. هذا يعني ما يجوز. أنت كأنك تنوي الشر. أنا أقول لك شو تسوي. أي والله نعم تفضل. أول شيء انزع فكرة هذه أريد بنت عمي، انزعها من رأسك من هنا، ما نقول لأنه هي مو قصة، هي مو عفوا شيخ، هي مو القصد أن بنت عمي، أي واحدة أي واحدة قصدني هذا جد. اسمع هذا جدد. إيه نعم. جدد هي ملكية سيارة جدد. اسمع إيه اسمع نعم، أنت الحين عندك نعم. 4 زين نعم. أول شيء نعم. اكتفي بما آتاك الله، والطنطاوي يقول النساء كالبحر كلما شربت منه ازددت عطشا. على فكرة لو أتيت طلقت واحدة وأتيت برابعة ستطلع بالخامسة أخرى، علمت؟ فأنت انزع صح. ايه هذا واقع، انزع نعم. فكرة الزواج من رأسك خلاص انزعها، اكتفي بال4 نعم. علمت؟ ولا تظلم نعم. إياك أن تظلم نعم. امرأة صح. هذا مشكلتنا يا شيخ الظلم، احنا ندري ان الله سبحانه وتعالى حرم حتى على نفسه، فكيف انت تظلم تتربص فين المساكين؟ انا والله يشهد علي الله اني ما دقيت عليك الا بحل، بس والله العظيم اللي اقتنعت بالحل والله يا شيخ يعني سبحان الله، بني ادم لازم يفكر مره ثانيه وثالثه ورابعه، انا وصلت اخر الدنيا وخذيت فتاوي مو فتوى واحده. اللي يقول لي مرات طلق اي واحده ما تجيب عيال، واللي يقول لي طلق دور عليهم الزله. اسمع الحين والله يا شيخ كلنا عندنا عيال صح؟ نعم. اي ما عندك عذر يعني حتى.
صح صح اي والله صح. وكلهن ما شاء الله على الخير والسمع والطاعه. هذا انا اشهد. زين هذه انا اشهد. هذا اللي كاثر ظهري يا شيخ. زين وبعد هذه واحده غلط يا اخي دور الغلطه ما في. لا لا قول الحمد لله ترى في رجال مو محصلين واحد. والله احمد ربك انت عندك اربعه. الحمد لله انت هارون انت هارون رشيد هذا العصر. قول الحمد لله. الله الحمد لله رب العالمين. الله يجزاك خير ويرحم والديك. بارك الله فيك. شكرا يا سيدي حياك على